حلقات رمضان قصيرة وسريعة، لكن مش هنقدر نقاوم إحساسنا أننا عايزين نسأل شوية أسئلة لناس فاهمين في الصناعة وفي النقد الفني، عشان نقول الانتقادات والإشادات الشديدة بأي عمل فني ووضعها إيه من الإعراب. الاختيار ثلاثة واخد النصيب الأكبر من الإشادات، لكن كمان في أسئلة تخص أنه هو ده التوقيت، هو كان المفروض نعمل كده ولا لا. بس خلونا نسأل ونرحب الأول في البداية بضيفنا الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين، الناقد الفني بالأهرام. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بألف خير. وأنت طيبة وكل المشاهدين بخير. في الأول على طول هسأل حضرتك عن فكرة أنه الوطن العربي، العمل الأعلى مشاهدة في الوطن العربي هو عمل يخص أحداث مصرية داخلية، تفاصيل تخصنا، الماتش اللي احنا كنا فيه، كل حاجة أحداث مصر المصيرية. ده سلاح ذو حدين ولا ده قوة ناعمة عظيمة؟ ما تنسيش حاجة أساسية، مركز الثقل في المنطقة العربية هو مصر طبعا. وما يحدث في مصر على طول بيسمع في كل الأقطار العربية. والاختيار تحديدا بيناقش فترة صعبة جدا في تاريخ مصر وتاريخ الوطن العربي. فمن هنا كل الناس عاشت الفترة دي لأنها قريبة، احنا بنتكلم في 7-8 سنين، لكن احنا شفنا جزء من الصورة على الشاشة واحنا بنتابع الأحداث. لما كانت خبر يعني، لما كانت خبر. الأهم بقى ازاي نشوف الكواليس. فمن هنا بيبقى التركيز على هذا المسلسل في المشاهدة بياخد أعلى مشاهدة. دي مفاجأة انه مش بس مصر لكن الوطن، الوطن العربي بياخد أعلى مشاهدة. وكمان ايه، الناس قاعدة انا حضرت الموضوع ده، التفجير ده حصل جنبي، مش عارف مين، المظاهرة دي عدت من قدامي، انا كنت فيها، انا كنت هنا.